حاولنا قدر الجهد أن نكون على مستوى المسؤولية وأن نقدم مشروع قانون يليق بصحافة ويليق بهذا الوطن صاحب تاريخ طويل في الصحافة والإعلام وفي النضال من أجل الحرية ويليق بشعب قام بثورتين لكي يرفع أعلام الحرية ولكي يثبت أركان كرامة المواطن واستقلال الوطن. من وقت للانتهاء من عملي، ولكن هذا مرجعه إلى أمرين. الأول أننا اتخذنا الطريق الأصعب، فقد كان مطروحا أن نكتفي بوضع مواد للمجالس التي تحكم العملية الصحفية والإعلامية، ولكننا وجدنا أن هذا سيحدث اضطرابا تشريعيا، وسنجد أنفسنا بين قوانين تنتمي للعصر وتنتمي للدستور وقوانين أخرى ورسناها ينتمي بعضها لأيام، وبالتالي قررنا أن يكون هذا القانون هو قانون جامع شامل لكل ما يتعلق بالتشريع بالصحافة والإعلام المصرية. الأمر الثالث أننا كنا حريصين على أن نقوم بمهمتنا بضمير وطني خاص يعكس مصالح الأمة كلها ويعكس رؤية المجتمع بكل طوائفه ويعكس كل الحقوق ويحقق بين التوازن الدقيق بينها. كان المطلوب أن نضع تشريعا يوازن بين الحرية والمسؤولية ويوازن بين حقنا كصحفيين وإعلاميين في الحصول على المعلومات وبين وحق القارئ في أن يعلم المواطن في المشارك وبين حق الوطن أيضا في أن يحمي نفسه وواجبنا في أن نحمي هذا الوطن ونحقق الأمن والاستقرار. ولهذا كان العمل صعب.